آلاء محمد رمضان خليل، معيدة في كلية الطب المنوفية، ولدت بالظبط من أسبوعين، وتم إلقائها من شرفة المنزل من البلكونة، نزلت دماغها متكسرة 100 حتة وماتت. الله يرحمك يا آلاء. مين السبب؟ تعالوا نشوف. طبعا الدكتورة آلاء دي معيدة في كلية طب جامعة المنوفية، وطبعا كل الكلام والمؤشرات بتقول ان في مشاكل مع جوزها، وان هو سبب اساسي وسبب رئيسي، هو تقريبا هو القاتل الاساسي لزوجته آلاء. طبعا هو رماها من البلكونة، نزلت طبعا ميتة، راحت المستشفى طبعا خلصانة خالص. قبل كده طبعا كان في بقى ده من مقربين ومن صحباتها تحديدا، ان كانت دايما بتشتكي ان من سوء المعامله منه ومن اهله. طبعا هو عمل حاجه، تقرير طبي ان هي مجنونه ومختله عقليا عشان خاطر يثبت ان هي انتحرت ويؤيدها ان هي انتحار، لكن هي ما انتحرتش، هي اترمت. وطبعا ده كله لانه صاحب سلطه وصاحب نفوذ، البي ظابط جيش، فطبعا ما حدش هيحاسبه. وطبعا مش هنقول بقى ان هو قرايبه ناس مهمين، لا، ده هو من الناس المهمين. يا ترى حد هيحاسبه؟ دلوقتي رفعوا بلاغ للنائب العام، يا ترى النائب العام هيتحرك ولا هنيجي عند الجيش ونسكت؟ ولا عشان هو ضابط جيش؟ ولا هو الجيش فوق البلد فوق الدوله؟ عايزين حق لا يرجع. سلام.